رايح وي. صباحكم بألف خير. الأحد 30 أكتوبر، يومين وبيخلص الشهر. اليوم القمر مرافقنا بعده من برج ناري برج القوس حتى الساعة 7 إلى 3 المساء بتوقيت بيروت. الأجواء حلوة للأبراج النارية، بعدها حلوة لمواليد برج القوس أول الأبراج. أيضا عندنا الحمل لا بأس به، وكذلك مولود برج الأسد. لكن الليلة الجو بيختلف، القمر بينتقل لبرج الجدي الترابي، وبكرة بيكون نهار جديد ومختلف بتأثيراته. البداية مع برج الحمل. اليوم مولود برج الحمل، أجواءك حلوة ونشيطة وإيجابية ومشجعة، بتتحرك بمختلف الاتجاهات، نشيط ديناميكي وتحرك كل مجتمع أنت موجود فيه. هذا أمر كتير مهم استفيد منه، لأنه بكرة الأجواء مختلفة. الأكثر تعبا 11-12 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، مولود برج الثور صحيح الليلة وبكرة وبعد بكرة أفضل وأريح لك، لكن ما معناتها اليوم نوقف مكتفين إيدينا وما عم نعمل شيء. اليوم طبعا الوقت ثمين جدا، اليوم بتقدر تسهل أعمالك، بتقدر تحكي، بتقدر تاخذ مبادرة، بتقدر على الأقل يكون عندك النية اليوم لتصفية وتحسين الأمور وتسويتها ولرد المياه لمجراها الطبيعي. والأكثر حظا 26-27 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء، إذا بعدك مخانق مع أحبائك، مع جيرانك، مع زملائك، معليش طريه شوي، لطف الجو شوي، هنالك بعض التحسن المساء وفي اليومين المقبلين، فما بتحرز انك تسم بدنك او تنزع الجو. الاجواء اليوم متقلبه، خاصه مع اشخاص تتعاطى معهم يوميا او مع شركائك بالعمل او شريك حياتك، وبتبقى الاكثر تعبا مواليد ايار مايو. بالنسبة لبرج السرطان، اليوم خلال ساعات النهار في عجقة، في ركض، في مسؤوليات، الكل بده منك، لكن احتمال المساء أنه تكون عندك بعض القلق، عندك هم بدك تجرب تخلص منه. هالشي مع مغيب الشمس بيوصل ويمتد بكرة وبعد بكرة. قد يتعلق الأمر بأحد أولادك، عندهم مسؤولية، عندهم ورقة، عندهم شغلة مطلوب منك أنت تسعى لها. في احتمال كمان وارد جدا انه يكون الجو رومانسي عاطفي وبيحمل لك ارتباط من خطبه او زواج. بتبقى المواليد الاوفر حظا مواليد حزيران يونيو. بالنسبه لبرج الاسد، مولود برج الاسد نهارك كثير حلو، ضروري تعرف تستفيد منه، ضروري تخصص نوعيه وقت مميزه لاحبائك خاصه لاولادك، لانه الليل المساء وبكره وبعد بكره احتمال انه يكون في عندك شغل وقلق اتجاههم، يمكن بسبب وعكه صحيه او بسبب شغل تدريس مثلا، عندهم معاملات بدك تساعدهم تشتغل من شانها. مولود برج الاسد بجميع الاحوال نهار كثير حلو تقضيه مع احبائك، لكن كون حذر جدا 16 17 و18 اب اغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، مولود برج العذراء الجو عندك اليوم بيحمل اهتمامات شخصية، يمكن خلقك ضيق شوي اليوم، يمكن عتلين هم، يمكن ما طالع بالك تنكت أو تمزح، في عندك قصة شخصية أو شيء بيتعلق بأخ أو بأخت يعني، أو حدا من أفراد العائلة بحاجة إلى بحث معين. هالشي قد يتطور بشكل إيجابي المساء أو اليومين المقبلين، فإذا حابب تأجل الموضوع والبحث كمان بيكون جيد. الأكثر حظا 29-30 آب أغسطس. بالنسبة لبرج الميزان، احكي اليوم، زور اليوم، خذ المبادرة اليوم وما تأجل، ما تأجل لبعد مغيب الشمس، لأنه بصير في عندئذ شوية ضغط أكثر، شوية توتر أكثر، ويمتد حتى 3 المساء. بتبقى الأكثر تعبا 24-25 سبتمبر، 14-15 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب، نهاره حلو قبل الظهر، بعد الظهر، قبل مغيب الشمس، بعد مغيب الشمس، في اليومين المقبلين الظروف حلوة، بتسهل عمل مولود برج العقرب، بتسهل حضوره وشعبيته، فتحرك، ما تلغي مواعيد، ما تلغي اجتماعات، تحرك، هذه فترة جيدة تكسب فيها وعم تدعمك، خاصة مولود 15-19 نوفمبر. أما بالنسبة لبرج القوس، يلي القمر موجود ببرجه لكن الشمس موجودة ببرج العقرب، هيدي الفترة نوعا ما بتقله لمولود برج القوس بداية نهاية مرحلة، يعني هلأ صحيح أنت قمر ببرجك وعم بيعطيك دفع لحتى تطوي مرحلة، تطوي مسألة وتبدأ أخرى، لكن هالأخرى المهمة قد تبدأ لما توصل الشمس لبرجك أو لعيد ميلادك. لذلك في عندك حوالي 4 أسابيع عم تنهي أمور طويلة ومهمة،
عم تنهيها لحتى ترجع تنطلق بصفحة جديدة بعد حوالي الشهر تقريبا. لكن ما بيمنع انك اليوم تحط قدامك رؤوس اقلام الاولويات لحتى تكون هي مرحله جديده، صفحه جديده بتبلش تعبيها وتشتغل عليها شوي شوي. الاكثر حظا 23 24 نوفمبر. بالنسبه لبرج الجدي، مولود برج الجدي هيدي الفتره الزمنيه بما انه الوقت نوعيه هالوقت ماشي فاضي فراغ، وهالفراغ بيسمح لك ترتاح. الفراغ موجود لحتى الإنسان يرتاح، لحتى ما يعمل شيء. كيف يعني نهار نهار ونص نهارين فرصة بالجمعة، اليوم هو فرصة فلكية شهرية بالنسبة لبرج الجدي. نهار ترتاح فيه، نهار مناسب لحتى ما تعمل فيه شيء منيح، لحتى ما تعذب حالك وما تغامر. يعني إذا في عندك 30 يوم بهالشهر، في يومين ما لازم نعملوا فيهم شيء مهم، وهالشيء بتقدروا تعرفوه بكتابي شهريا يوميا باليوميات، تعرفوا مسبقا كيف تبرمجوا اعمالكم. في يومين كل شهر لكل مولود بده يرتاح فيهم، ما ياخذ فيهم مواعيد مهمين لانه سلته بتطلع فاضي. اليوم مثل امبارح سلتك فاضي، اذا مصر فيك تجرب ونشوف النتيجه كيف تطلع، يمكن تطلع بنتيجه لكن بغير نهار تطلع بنتيجه افضل بكثير. على كل الحظ يتغير، نوعيه الوقت بتصير افضل بعد ما يوصل الامر لبرشك بعد السبعة الا ثلث المساء توقيت بيروت. الاكثر حظا بعدين 27 28 ديسمبر. بالنسبه لبرش الدلو جيد، نوعيه الوقت حلوه لا باس بها، فقط حتى السبعة الا ثلث المساء توقيت بيروت، من بعدها تدخل بمرحله صعبه متقلبه متارجحه حتى 3 المساء. لحق حالك، قوم باتصالاتك هلا، عزز الروابط هلا، كل شيء والشمس طالعه. الاكثر حظا 10 11 شباط فبراير. واخر الابراج برج الحوت، وضعه لمولود برج الحوت منه عاطل ابدا، مش عاطل بهالفتره، بالعكس وضعه يشجع مولود برج الحوت لحتى يكون جريء، لحتى يحسم الامور، لحتى ينقي ولحتى يعرف يختار. الاضواء مسلطه عليك هالفتره، يعني امبارح واليوم، اليوم ايضا، وبالتالي انا بعتبره نهار كثير مهم بحياتك الاجتماعيه او المهنيه، حتى العاطفيه والعائليه ليش لا، لكن لا يخلى الامر من قلق او فكره عابره بتخليك تفكر مره ومرتين. الجو يختلف، بتروح هالسحابه هاي هالغيمه هاي كليا بعد السبعة إلى ثلث المساء بتوقيت بيروت، وبترتاح، بتنام مرتاح اليوم ونهارك بكرة بيكون أفضل وأريح. الأكثر حظا 15 16 17 أدار مارس. وبختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنة كتير حلوة، سنة كتير مميزة، سنة واعدة بنقلة مالية مهمة، يمكن عندك تشجيع وتقدير ومكافآت خلال هالسنة إذا أنت شاطر واشتغلت حسب الأصول. شهر نوفمبر، أدار مارس، تموز، يوليو أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي.